بشكل عام يا دكتور خالد ودكتور سعيد، لما يكون البصر أو لما تكون البيئة اللي حوالينا نظيفة مرتبة متعمرة وحلوة، ده بتأثر على النفسية وبتأثر على السائح. طبعا بتكلم على الناس اللي عايشة هناك، بتأثر عليهم وبتأثر على طباعهم وبتأثر على الجمال بشكل عام. المحيط بيأثر على الشخصية، بيأثر على نفسية المواطن اللي قاعد هناك، لأنه بيعلي كمان من قيمة قوي. بيعلي من قيمة المكان. لا ده كده كده أكيد هيعلي منها. هو طبعا المكان هناك قيمته التاريخية كبيرة جدا، ولكن للأسف كان مهمل على مدار السنوات. التطوير اللي حصل فيه كان مهم، وكان يعني اعتقد ان احنا مش احنا بس، كلنا في معظم القنوات اشارنا لحجم التطوير اللي حصل. وده يخليني يا دكتور سعيد اسالك، يمكن الجهد اللي حصل والمراحل والتطوير اللي حصل في 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 في, في القاهره التاريخيه كبير جدا، ايه التحديات اللي قابلت الدوله وهي بتنفذ هذا المشروع القومي؟ لانه انت كمان مع هذا التطوير ومع التاهيل المجتمعي ومع التاهيل المعماري، انت كان لازم تحافظ على الطابع الاثري. صحيح، الطابع الاثري الفريد. ما كانش ينفع ان انت ابدا تغير في اللون ولا في الشكل ولا في اي حاجه، كان لازم تحافظ على الاضواء وشكل المباني. فايه التحديات اللي قابلت الدوله في هذا الموضوع؟ احنا عندنا في كان ثلاث تحديات مختلفين. رقم واحد، احنا بنتكلم على الجهات المنوطة اللي ممكن انها تتعاون مع بعضها عشان خاطر تقدر تنفذ المشروع الكبير ده. لان هو ما ينفعش في الحقيقة مشروع واحد بالضخامة دي ان هو ينفذه جهة واحدة فقط يعني. فبالتالي احنا لما نيجي مثلا نشوف مين اللي تدخل في موضوع اصلاح هذه المنطقة او تدخل في العمل فيها، بنلاقي مثلا الهيئة العامة للتخطيط العمراني بمستشاريها اللي هم بيساهموا في موضوع وضع الخطط لتطوير هذه المناطق بشكل كبير. يبقى بالتالي احنا بالنسبة لنا عندنا كمان اول حاجة هو موضوع الاستشارات. رقم اتنين، الهيئة العامة للتنسيق الحضاري اللي هي بتحاول انها تحافظ على هذه المناطق وبتشوف مباني اللي فيها حفاظ حتى لو ما كانتش تراثية، فبتحط بعض المباني اللي موجودة. برضو بالنسبة في بعض الهيئات زي مثلا هيئة ترميم الآثار القبطية والإسلامية والمصرية، واللي هي بتحاول انها تعمل موضوع معين بس يمكن بشكل منفرد، بتاخد اللي هي مجموعة المساجد وبتحاول لها انها تعمل لها يا اما اصلاح وترميم او حتى ممكن لو في اعادة بناء في الموضوع. وكمان القاهرة التاريخية اللي هي بتاخد مناطق بعيدها زي مثلا شارع المعز وتبدأ انها تطور فيه بالتطوير الكبير، بالاضافة طبعا الى العديد من المستثمرين اللي هم ممكن بدأ يدخلوا في هذا الكلام. فاول عندنا حاجة من التحديات ازاي نقدر نربط كل المجموعة دي في نطاق واحد، وده فعلا من الصعوبة بمكان. النهاردة مثلا في 6-7 وزارات داخلين في هذا الأمر، من ضمنهم وزارة التنمية المحلية ووزارة التعمير ووزارة الأثار والثقافة والعديد من الحاجات المهولة كلها. فبالتالي كان دور صندوق التنمية الحضرية ان هو يقدر يجمع الناس دي كلها في مكان واحد ويحاول تعمل له مخططات عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبعض المستشارين اللي موجودين، وبعدين بيبدأ ان هو يخش في الجهات المختلفة ويتم توزيع الأدوار عليهم. التحدي الثاني وده الموجود، ان في ناس عايشة في داخل هذه الأماكن وعايشة معيشة معينة بطريقة معينة ولها اسلوبها وسلوكها اللي بيبقى موجود في هذا الموضوع، وبعضها كان سلوك للأسف عدواني على الآثار الموجودة وبيحصل التعدي عليها بشكل كبير بل وسرقتها احيانا. فبالتالي المفروض اول حاجة ان انا اتعامل مع هذا الشخص كمواطن مصري، ان احنا نحاول نصلح من سلوكه اللي موجود عندنا بحيث ان هو على الاقل خالص يبقى موجود ونعرفه قيمة هذه المنطقة اللي ما ينفعش التخريب فيها، وبعد كده يساعدنا ازاي ان احنا نقدر نوفر له مكان كويس وبرضه نحافظ على المنطقة الاثرية. الجزء الثالث هو المرافق والبنى التحتية اللي بتبقى موجودة في هذه الأماكن. طبعا في حاجات فيها كانت متهالكة بشكل كبير، فبالتالي كان التحدي ده ان احنا نحاول ان احنا نشتغل في وجود الحياة اللي هي موجودة، في وجود مواطن نفسه هو عايش في هذه الأماكن، وفي نفس الوقت بالقيمة التاريخية اللي هو أي حفر فيها ممكن يأثر على هذه المباني وعلى الحالة الإنشائية اللي بتبقى موجودة فيها. فبالتالي التحديات الثلاثة اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى تحدي رابع هو موضوع التمويل. النهاردة احنا بنتكلم تقريبا يمكن حضرتك ذكرت اللي هو من 30 لحد 80 مليار، انا بقول انه ممكن يكون اكتر من كده، لكن اللي هيدعمنا اكتر هو دخول المستثمر والقطاع الخاص في هذا الموضوع. فبالتالي هيبقى يقدر يوفر هذا الموضوع، وكمان ممكن هو يدير مشروعات. القطاع الخاص كان ليه دور في تمام في تطوير القاهره التاريخيه، بالتالي هو كمان ممكن يدير بعض المشروعات ويقدر ان هو يتكسب منها وفي نفس الوقت يعرضها ويساعد في الحفاظ على المناطق اللي موجوده عندنا. طبعا الدوله
عشان تقدر تحل هذه المنظومة. فبالتالي كان ليها ثلاث طرق، ان هو حاول تعمل الاسكان البديل للعديد من المناطق اللي هي موجودة واللي كانت عشوائية واللي ما ينفعش ان هي تنقل، وادت فرصة للناس اللي هو ممكن يا اما ينتقل يا اما ان هو ياخد فلوس او ان هو ينتقل لشقة جديدة موجودة في احد الاماكن للسكن البديل، او ان هو يرجع تاني بعد فترة في هذا الكلام، خاصة لو هو متمسك بالمكان قوي او عمله يسمح بهذا الموضوع. طبعا الدولة برضو ازالت كل الصناعات الملوثة اللي كانت موجودة في هذه المناطق واللي كانت بتسبب يعني كارثة بيئية فظيعة. النهاردة حضرتك النهاردة لما نيجي نتكلم عن القاهرة كمجمل، النهاردة قل التلوث فيها، احنا كنا رقم 5 على العالم تقريبا، كانت مدينة القاهرة دي هي رقم 5 على العالم في التلوث. النهاردة لما يقل نسبة التلوث 25% ده نتيجة ان حصل تدخلات في عمران هذه المدينه بحيث انها بقت بيئيا افضل شويه. طبعا اصلاح الطرق واللي كان موجود، فبالتالي الركنه والانتظار في الطريق بدا يقل، فبالتالي العوادم بدات تقل شويه، المناطق الخضراء بدات تنتشر في بعض الاماكن، حتى مع يمكن ازاله بعض الاشجار، لكن دي طبعا كان لاصلاح او اللي هو الهدف العام بتاعها، وبيتم تعويضها بمناطق خضراء اخرى. زي ما قلنا ان الفسطاط القديمه اللي كانت موجوده كحديقه كانت مثلا مسطحه في حدود 10 فدان، النهارده احنا بنتكلم على 100 فدان كحديقه فسطاط. اذا احنا بنتكلم من منطلق خدمه منطقه تراثيه بشكل كبير، وكل مبنى له قيمه، يعني الحاكم بامر الله، مسجد عمرو بن العاص اللي ذكره الدكتور اللي هو السلطان حسن والرفاعي، طبعا درب اللبانه بكل ما فيها من مناطق تراثيه، اللي هو يعني خلينا نقول ان هو حتى المباني الحديثه اللي فيها احنا بنتكلم على 100 سنه ويمكن اكتر شويه، فبالتالي هي دخلت الحفاظ. بنتكلم على مرافق تم التعامل معاها يعني بالظبط بالمشرط، يعني ان هو كان بيحصل مثلا ايه نظم شبكيه بتنزل وبتوقع البصرات اللي كانت موجوده بحيث انها تجيبها، وبعدين في ناس تانية بتنزل عشان تشوف اذا كان ممكن مدى تحمل المبنى لاي حفريات موجوده تتم حواليه. اللي هم الاثريين بينزلوا عشان خاطر يشوفوا النماذج بتاعه المدينه، وبالتالي ايه الطبع اللي ممكن يكون موجود عندها، توفير بعض الوحدات عشان خاطر ينتقل منها الناس، وبعد كده يبدا الاصلاح في المجتمع خصوصا المناطق العشوائيه. المشروع ضخم جدا، وبالتالي كان التعاون ما بين الجهات المختلفة عشان إظهار هذا الموضوع وإظهاره بالشكل اللي هو ظهر بيه في الوقت الحالي، طبعا كان قيمته عالية قوي.